العزيز يا شعب بحرين الصابر المجاهد، معزيكم بوفاتي عقيدة الطالبانين السيدة زينب عليها صليها وعلى أبيها وأهلها وقومها سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: وفضل الله المجاهدين على الطاعين أجرا عظيما. في التاريخ البحريني قلة هم الذين يقفون أمام كلمة الظلم وأمام كلمة العدوان، قليلون هم من يجودون بأنفسهم وما يملكون من أجل إعلاء كلمة الحق. المجاهدون مفضلون عند الله، محبوبون في السماء العليا. الأستاذ عبد علي السجيس أو أحمد الأخ العزيز المجاهد هو من هؤلاء الصف. عاشرته منذ التسعينات، عرفته قوي البأس لا يوصف، صاحب ثبات قطع النظير، يمتاز الغيرة على الإسلام والوطن كبيرة جدا وكبيرة جدا، صاحب حماسة ملهم لم أجد فيه يوم من الأيام تراجع عن هذه الأمور منذ التسعينات وحتى هذه اللحظة كما أعرف. لا زال لديك غيرة وثباتا وبأسا وحماسا يشجع الآخرين، ولكن لذلك بيقظة يعرف متى يتكلم ومتى يتكلم. متى يتحرك ومتى يواجه العدوان؟ رأيتموه كلكم عندما توجه إلى النواب الشهيد مع الشهيد البطل شهيد المالكية عبد الرضا بحرين، كان معه وصاحبا له، سقط ذاك الشهيد وبقى هذا شاهدا على عدم النظام المجرم. كان من اوائل الذين حرروا الميدان بجهودهم وفكرهم ووعيهم وصلابتهم. ولا يقضي الشطر الآخر بعد أن قضى الشطر الأول بامتياز نجاح كبير، يقضي الشطر الآخر أيضا بامتياز نجاح كبير. نقف هذا اليوم مع هذا المجاهد الكبير لنقول أن شعب البحرين شعب لا يمكن أن يسكت على الظلم والعدوان والوقت والجو أبدا مهما كان. سنواصل المسيرة، هذه مراحل بها، ولكن المرحلة الأخيرة ستكون من نصيب المؤمنين إن شاء الله. نقول ونؤكد أن هذه مرحلة والأيام دول ارتفعت عزمة ثورة أو قلل في النهاية
سنصل إلى النصر إن شاء الله الذي كتبه الله على نفسه للمؤمنين والمخلصين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص هؤلاء الأبطال المجاهدين وعلى رأسهم الأستاذ العزيز الأستاذ عبد العزيز حفظه الله ورعاه وأيده ونصره بألطافه إنه سميع مجيب الدعاء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.